مالك يقول سلام خويا امين، البارح جاني واحد الايميل فاش شفتوش كيت فيه. بلاتي بلاتي يا خويا، انت اخويا خصنا نعطيوك وقتك، واخا هاد اللايف بغا يمشي لنا بالكوبي رايت، ولكن هانيه هانيه. دابا اخويا دابا نقرا السؤال ديالك، يعجبوني هاد الاسئله. اطلق، اسمع مع راسك. سلام خويا امين، خديجو فقط بينا. سير على اذا نقرا السؤال. اذا السلام عليكم خويا امين، سلام خويا امين، البارح جاني واحد الايميل فشفتوش كيت فيه، لقيتو كاتب ليا شي لعيبات ومعهم واحد التصويره، حيت انا حيت انا تكلخت وداك الجانب ديال الفضول تيلا شارجيت التصويره وفتحتها، هو ديكلاري ديال ويندوز ديفندر على الفيروس. شي هذا ماشي فيروس بدائي، هذا ملي ديفندر ناضو هضر، حيت هذاك ديفندر الصراحه ما فيروس ما والو، ما اونتي فيروس ما والو، هذاك شي ملي ناض ديفندر هضر وراه لا لا الله لا لا الله على ذاك الفيروس. اخويا اللي صيفط لك هذا خونا، هذا راه ماشي يمكن لك، هذا اللي صيفط لك هذا الفيروس، هذا راه فات تكلي خلي واش وساط، راه ملي هضر ديفندر وقال لك راه فيروس، راه عرف هذا، راه عرف هذا، راه ماشي صيفط لك فيروس، هذا راه صيفط لك المستوى الحقير في الفيروس هذا. لا 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 ديفندر هضر، سير سير كان وكان لا خلينا نكملوا القصه. هو ديك الريال ويندوز ديفندر على فيروس، تما تاكدت باللي خونا سبامر وكان كومبريسي شي تروجين مع داك السكان، دابا عاد عقلي وكون كومبريسي تروجين مع سكان، لقيت اكثر من 300 ملف مشبوه منهم تروجين وكي ليسنس، ودبرت ليه مالوير بايت تصويره، من بعد تيليشارجيت من بعد تيليشارجيت مالوير بايت، مسحت هاد الملفات ورجعت سكانيت من جديد، وطيطلع ليا واحد الملف فيروس تنمسحو تسكاني تلقاه تزاد هذا راه فرق عليك الفيس، هذا راه شي شملي كريس. او شيت بلاتي اخويا، والله الا غنجاوبك بالله يخليك، والله حتى نجاوبك بالله. والله الا راك عالم اخويا وحق الرب، سير والله حتى نجاوبك بالله بلاتي، سير سير عليا على قد عقلي، ترى ترى بغيت شويه نمشي نشط معنا ما يبقاش فيك الحال. الو ودبرت لي في مالوير بايت، من بعد تيلي شارجيت مسحت هذوك الملفات ورجع سكانيت من جديد، ويطلع لي واحد الملف فيروس تنمسحو تنسكاني تلقاه، تزاد في ملفات ثاني تنسكاني، اش المعموله سامي؟ واش كاينه شي طريقه باش نقيو البي سي من هذا الشيء؟ المهم سكانيت شي 6 7 المرات كلين سكان، ولا حتى مره طلع، مع العلم انني اكتشفت بلي البي سي فيه الفيروس، مع العلم انني اكتشفت من بعد هادشي كاملو ان البي سي فيه الفيروس من هاد النوع من شحال هادي. حبس عليا هادشي، لا اله الا الله. الو سير اسيدي، بالنسبه لك اخويا شوف انت اخويا راه هذا، شوف اخويا والله الا تنهضر معاك بصراحه، زعما عندك تيليشارجيتي وشوف باش نفهمك، كاين واحد في الويندوز كاين هذاك ديفندر، هذاك اخويا راه ما اونتي فيروس ما والو، هذاك راه ذا وورست اونتي فيروس اللي كاين في العالم، في العالم تنقول لك هذاك ما اونتي فيروس، ما فهمتش انا علاش مايكروسوفت دايره، والله ما فهمت، راه والو راه بحال انت اكسبلورر، راه والو ما تيدير واحد، شوف ملي كيتخصص في شي تخصصات ما عنده علاقه بهم هادشي اللي تيوقع ليه، ما انت جابك لي زونتي فيروس، يعني هذاك راه والو، عرفتي هذاك ملي كيدوي راه عرفتي شنو هو دواء، عرفتي شنو هي، حس براسو دار خدمتو، راه بزاف، راه بحال مثلا ما عرفتش شي عساس عطيتيه ولا بوليس، فهمتي؟ فهمتي كتحس براسو راه لقى عليه القبض، فهمتي؟ هذه وحده. ثانيا اخويا بالنسبه مالوير بايت في هذه الحالات لا يكفي لي وحده، اي نعم انا متفق معك مزيان، فكرتي في مالوير بايت، مالوير بايت مزيان، ولكن راه لاني ماشي بوحدو، انا اللي غادي ننصحك اخويا
غادي تيليشارجي افاس وحمد الله يا خويا ما كريبتاش ليك اللي فيه شي حمد الله اللي ماشي رانسوموير حيت الرانسوموير ما صعاب. دابا انت الحل ديالك بسيط اخويا، غادي تيليشارجي ليا افاس، شوف واسمعني مزيان، تيليشارجي ليا افاس غتسكاني به البيسي مزيان، غادي يلقى لك شي بركه غتسوبريميها مزيان، حيد عليا افاس عاوتاني ديزانستالي انستالي كاسبيرسكي، خليه يسكاني لك حتى هو شي بركه لقى شي حاجه سوبريميها، باقي لقيتي شي حاجه جي عندي ان شاء الله وانا غادي نعطيك الحل كون هاني. المهم حنا نمشيو بهاد الدقه، المهم انا تيبان لي هادشي راه كافي صراحه الله، ولكن الا ما قضيتي والو نعاودو نشوفو ثاني حاجه اخرى.